أهلا بكم. في المقطع السابع من هذه الصلاة العميقة جدا التي نختم بها صلواتنا في الأجبية، قطعة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، طلب الرحمة، وليس لنا ملجأ إلا الله. في المقطع السابع بنقول كده: المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح، الطويل الروح. وطويل الروح طول الأنا، طول أنات الله. الله يطيل أناته على العالم جدا جدا جدا، رغم الشرور، رغم الخطايا، رغم الجرائم. وربما السؤال اللي يجي قدامنا دلوقتي هو: ليه ربنا سايب الشر في العالم؟ ليه سايب الشر؟ ده الشر ده بنفخة من فيه يروح. لكن تجد الإجابة في مثل الزوان والحنطة. مثل الزوان والحنطة، طبعا الزوان ده نبات سام، لكن شكله أو يتشابه مع شكل الحنطة القمح. ولما تقرأ المثل ده في متى 13، وهو مثل من أمثال الملكوت، لما يروح ويشكي لصاحب الارض ان في زوان وفي حنطة، طب نروح نقلع الزوان، يرد عليه يقول له: لا، دعهما ينميان معا. وفي وقت الحصاد نقدر نميز ما بين ما هو حنطة وما هو زوان. الله يطيل اناته. اسمع كده: اما تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني ربنا بيطول باله جدا على الإنسان علشان يديله فرصة توبة، يديله فرصة حياة، يديله فرصة جديدة. ما هو الله المحب الذي خلق الإنسان من حبه وأوجده. الإنسان ده غالي عليه قوي، انت غالي على ربنا خالص، وغلاوتك عند الله لا يمكن وصفها بكلمات. والله يريدك دائما ان تكون حسب قصده، حسب مشيئته، تكون حياتك حياة نقية. امال الملكوت ده موجود عشان ايه؟ ما هو خلقك واعطالك فرصة الحياة هنا، وفرصة الحياة دي كأنها امتحان، و نهاية الامتحان ان يكون لك نصيب في السماء، يكون لك مكان في السماء. يا ترى بتحافظ على مكانك؟ يا ترى مهتم بمكانك ونصيبك السماوي؟ مهتم؟ يا ترى واخد بالك؟ ولا حياتك تمضي وانت مش ملتفت ولا عاطي اهتمام لكده؟ في الكتاب المقدس في العهد الجديد مثل شجرة التين المغروسة. شجرة التين المفروض تجيب الثمر، جه طلب الثمر منها، شجرة مزروعة مفيش، مفيهاش، يطلب صاحب الكرم جه يطلب الثمر من الشجرة، مفيش ثمر. طب وتكون النتيجة ايه؟ انها تبطل الارض. فلما قال له اديها فرصة كمان، انقب حولها، حط سماد، اديها فرصة كمان لعلها تأتي بثمر، وان ما جابتش ثمر النتيجة المؤلمة تقطع. تقطع ليه؟ لانها مخلية قطعة الارض المزروعة فيها بلا نفع، بلا ثمر. احترس لألا تقطع
شجرة حياتك. انتبه لنفسك، تقطع وتلقى في النار. عشان كده من الحاجات الجميلة اللي بنشوفها في أحداث الكتاب المقدس توجهنا دايما لحالة الصبر. يقول لنا كده: صابرين في الضيق. الله له أناة طويلة جدا ويطيل أناته للغاية. مش يعني هبعد عن المشاهد الكتابية، لكن أفكرك باللص اليمين اللي عاش حياته طولا وعرضا بعيد عن الله، وكان له توبة في الساعات الأخيرة، وقال العبارة الوحيدة اللي نعرفها عنه، وهي عبارة صلاة أو عبارة توبة أو عبارة ندم، ممكن تسميها زي ما تسميها: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والله فاحص القلوب والكلى، يشوف قلبه وطول باله عليه جدا لغاية ما اليوم تكون معي في الفردوس. أدي لك مثال تاني من طول أنات الله، طول أناته وارتباط هذه الأناة بالإنسان حتى البعيد عن الله. شاول الترسوسي. شاول الترسوسي كان إنسانا مفتريا على كنيسة الله، هو قال عن نفسه كده، وعاش يضطهد كنيسة الله بعمق، ويضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان اسمه خوف. ولكن في الوقت المعين في طريق دمشق يظهر المسيح إلهنا لشاول الترسوسي، ويتحول شاول الترسوسي إلى بولس الرسول. الكلام ده حصل في نص حياته. يعني أحيانا نقول عن بولس الرسول، نقول ده شخص فاته نص عمره فعلا، وعاش بالنص التاني، والنص التاني ده عاش بيه يمجد اسم الله، وصار من القديسين. ويقول كده: أنا سفير في سلاسل. كان لما يتحط في السجن من أجل خاطر اسم المسيح يقول: أنا سفير المسيح في سلاسل، وكان يراها أنها وسام له. طول أناة الله. أيها الحبيب، انتبه لطول أناة الله. ومن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ودايما السيد المسيح يقول لنا: بصبركم تقتنون أنفسكم. هو خلص نفوسنا على الصليب، وإحنا نقتني نفوسنا بالصبر. والله من طبيعته إنه له الأناه الطويلة على البشر، عشان كده استخدم أناة الله واستفيد بيها، وقدم توبة، والتفت لحياتك كل يوم، واعمل عهد جديد مع الله، وخلي توبتك توبة حاسمة، وتبتدي بداية جديدة تمجد فيها اسم الله. الله طويل الأناة، وأنت تتمتع وتمتعت بطول أناة الله، ولكن لا يكون هذا مدعاة للتهاون أو الكسل. ربنا معكم. يطلبون